فلسطينيا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن الاتفاق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي على اتخاذ تدابير جديدة بخصوص المسجد الأقصى، وذلك في مسعى لإنهاء التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية. جاء ذلك في ختام محادثات أجراها الوزير الأمريكي في عمان اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. مراسلتنا في عمان لينا القرعان والمزيد من التفاصيل. بهدف تخفيف حدة العنف في الأراضي الفلسطينية، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في زيارته إلى الأردن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. وقال سأب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الرئيس عباس عرض على كيري وثائق عن الانتهاكات الإسرائيلية والإعدامات الميدانية. نحن والأردن نطلب من الجانب الأمريكي أن يعيد الوضع في المسجد الأقصى المبارك إلى ما كان عليه دائما. الأوقاف هي المسؤولة، وبالتالي يتلاعب نتنياهو بالألفاظ بأنصاف الحقائق، يدعي أن الوضع على ما هو عليه. وعقب لقاء عباس اجتمع كيري مع العاهل الأردني الذي بحث معه عددا من القضايا في المنطقة، أبرزها الأوضاع في القدس المحتلة وجهود إحياء عملية السلام ومستجدات الأزمة السورية وسبل التعامل معها، فضلا عن الأوضاع في العراق وجهود محاربة التطرف والإرهاب. حكومة تل أبيب لا تنوي تقسيم الحرم القدسي، المسلمون هم الذين يصلون في الحرم الشريف بينما يقوم غير المسلمين بالزيارة. نتنياهو موافق على اقتراح للملك عبد الله لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار الساعة لجميع مرافق الحرم القدسي، كما أنه موافق على الاحترام الكامل لدور الأردن الخاص باعتباره المؤتمن على الأماكن المقدسة بحسب الوضع الراهن لعام 67. إذن هي جولة شرق أوسطية لكيري، محطته الثانية بها هي العاصمة السعودية، لتبقى المفاوضات على الطاولة السياسية سبيلا مأمولا لحل النزاعات الفتاكة على الأرض. لينا القرعان لقناة الشارقة الفضائية من العاصمة الأردنية عمان. ولتسليط الضوء على محادثات عمان ينضم إلينا من العاصمة من رام الله مدير مركز المسار للدراسات السيد نهاد أبو غوش. سيد نهاد أبو غوش، مرحبا بك معنا على شاشة الشارقة، وأبدأ معك مباشرة. ختام المحادثات كيري عباس العاهل الأردني، هنالك حديث عن خطوات جديدة ومسار جديد للتعامل مع المسجد الأقصى، هل لك أن تضعنا في صورة أو تفاصيل هذه المحادثات وما رشح عنها؟ أولا لنلاحظ أن حدة الهجوم الإسرائيلي المسعور على المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا كما كان مخططا قد تراجعت نتيجة الوقفة الشعبية الجماهيرية الغاضبة الفلسطينية ودفاع المقدسيين المستميت عن المسجد الأقصى وعن حقهم التاريخي به. ولذلك يعني الإسرائيلي كان يتوقع أن الحالة الفلسطينية منقسمة وتعبة ومنحلة ولا يمكنها أن تواجه مثل هذا المخطط، لكن فوجئوا، وهذا إنجاز الحقيقة رغم يعني جزئيته، إلا أنه إنجاز يحسب للحالة الشعبية الفلسطينية أو للهبة القائمة حتى الآن. ولكن بخصوص ما جرى تداوله سياسيا، واضح أن ما يحمله كيري هو إعادة تسويق أو إنتاج لما طالب به نتنياهو بمعالجة أعراض المشكلة ومظاهرها الخارجية، وتحديدا موضوع التوتر في الأقصى، دون معالجة جذور هذه المشكلة العميقة وأسبابها، وبالأخص موضوع الاحتلال والاستيطان وتسليح المستوطنين والمحاولات المستميتة والمسعورة لتهويد القدس وطرد سكانها والتضييق عليهم وكل ذلك. نعم. عدا عن المشكلة الأكبر، وهي أن الفلسطينيين يعيشون منذ عشرات السنين دون أفق ودون أمل. نعم. ودون أي يعني، ولذلك هذه الحالة للأسف المبادرات الأمريكية وحتى دور الأمم المتحدة. نعم سيد أبو غوش، وهذا ما أريد أن أنفذ إليه من خلال مقدمة هذا السؤال إذا سمحت لي. هل تختزل الحالة الفلسطينية؟ أكثر من 50 شهيد، آلاف الشهداء، 50 شهيد، آلاف الجرحى، عشرات بل مئات من الأسرى والمعتقلين في ظل هذه الهبة من أجل الحفاظ على الأقصى، هل فقط تختزل في إجراءات من أجل أداء الصلوات في المسجد الأقصى وتحديد من يدخل أو لا يخرج، والقضية الفلسطينية كلها تختزل فقط في هذه المعادلة؟
بالتأكيد لا، يعني على أهمية المسجد الأقصى ومكانته يعني السامية في قلوب مليار ونصف مليار مسلم، ومكانة المقدسات المسيحية كذلك لدى أكثر من مليار ونصف مسيحي بالعالم. نعم هذا مهم، ولكن جوهر المشكلة هو الاحتلال. الفلسطينيون بدون أمل، 20-22 سنة من المفاوضات العقيمة التي لم تقود إلى أي شيء، وكيري يحاول أن يدفع الطرفين للعودة مجددا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل المفاوضات دون سقف زمني، دون مرجعية واضحة ملزمة للطرفين. يعني نحن لدينا ملفات من قرارات كثيرة اتخذت ومفاوضات أنجزت وبرنامج الرباعية والتنت وميتشل وتاريخ طويل من المبادرات والتدخلات. وهذا ما يدفعني أيضا سيد أبو غوش إلى السؤال، هل يعني تقبل القيادة الفلسطينية، هل هذا نعم حد سقفها في القبول، هل تقبل القيادة الفلسطينية بهذا الحد من السقف في التعامل مع القضية الفلسطينية التي أعادها دماء الشهداء الأقصى وساحات القدس إلى الواجهة من جديد؟ الشعب الفلسطيني الذي قدم كل هؤلاء الشباب من سن 16 سنة يقتلون في الشوارع يصفون بدم بارد، هل سيقبل الشعب الفلسطيني أن تعود إلى أدراج المفاوضات التي لا جدوى منها؟ تقديري لا، وهناك قرارات واضحة للمجلس المركزي الفلسطيني لمسنا ترجمة لها إضافية في خطاب الرئيس محمود عباس، أنه لن تكون هناك عودة للمفاوضات دون تحديد سقف زمني ملزم لإنهاء الاحتلال، هذا هو المطلب الفلسطيني، ودون التزام إسرائيل وتعهدها بتنفيذ ما اتفق عليه وما التزمت به. مثال على ذلك الإفراج عن الأسرى الذين اتفق عليهم، إعادة المؤسسات الفلسطينية المعطلة في القدس، وقف تسليح المستوطنين، وقف الاستيطان بشكل عام، مجموعة من المطالب دون يعني ألخصها بهدفين أو بمطلبين رئيسيين، هي تحديد مرجعية واضحة وملزمة لعملية السلام تقوم على قرارات الشرعية الدولية وليس على تعهدات أمريكية غامضة، ما يطرح للإسرائيليين يختلف عما يطرح للفلسطينيين، وما يطرح على الملأ يختلف عما يتم تطبيقه. ثانيا تحديد جدول زمني ملزم لإنهاء الاحتلال، هذا هو مطلب الفلسطينيين. نعم سيد، وأي تسوية غير ذلك هي تتعامل مع الأعراض ومع القشور. نعم سيد أبو غوش، أيضا جرى الحديث حول تعهدات إسرائيلية منذ أكثر من 20 عام في المحادثات والمفاوضات، التعهدات الإسرائيلية لا وجود لها، لا مصداقية لها، ما الذي يجعل التعهدات الإسرائيلية هذه المرة لها مصداقية ويثق بها من يتعاملون معه؟ يعني أولا لدينا برنامج واضح لحكومة نتنياهو، واضح جدا ومعلن وعلى أساسه انتخب نتنياهو، وأيضا الائتلاف الذي أبرمه نتنياهو مع شركائه في الحكومة الحالية ينص صراحة على عدم قيام دولة فلسطينية. نتنياهو يراهن أن الفلسطينيين ضعفاء ومنقسمين، وأن الحالة العربية لا تشكل أي ضغط على إسرائيل، والمجتمع الدولي ملهي عن القضية الفلسطينية، فهو لا يستعجل، يعني هو لا يريد أن يقدم أي تنازل، يعني بين مزدوجين تنازل، هو ليس تنازل، هذه حقوق للشعب الفلسطيني. هو ينتظر ربما أن تسفر الأوضاع الإقليمية عن خارطة جديدة بالمنطقة، وبالتالي يكون أكثر قوة على فرض مستقبل الخارطة السياسية بالمنطقة، ويقوم الآن بمحاولة فرض نتائج المفاوضات على الأرض قبل أن تحسم على الطاولة. الآن يحاول على الأرض أن ينسف مقومات قيام وأن يستبق الأحداث كعادته. 650 ألف مستوطن. نعم السيد نهاد أبو غوش، الإسرائيليين ليسوا معنيين بتسوية. سيد نهاد أبو غوش مدير مركز المسار من رام الله، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، وعذرنا دهمنا الوقت.